بسم الله الرحمن الرحيم. شرح النهاردة مفيد جدا، ازاي تجيب فولورز على الايميل بتاعك فيسبوك. طبعا قبل ما نبدأ الشرح متنساش تعمل سبسكرايب للقناة ولايك تحت الفيديو ده، الجروب بتاعي لو حبيت تستفسر عن اي حاجة. بصوا يا جماعة، انا دلوقتي معايا 16 فولو بس، يعني الناس 16 واحد عامل لي فولو بس. طبعا تخش على الموقع ده هتلاقيه تحت الفيديو على طول، تضغط كليك هير تو جنريت نيو توكن. هيظهرك اعلان، تستنى 5 ثواني بس على ما الاعلان يعدي. تضغط خط الاعلان، ده الجيت توكن اللي هتحطه هنا عشان يوصل لك متابعين كتير. عندي قلنا 16 متابع. هنا هتكتب ايميل الفيسبوك وهنا الباسورد. طبعا بعد ما كتبت الايميل والباسورد هنا عملت جيت توكن، ظهر لي الاكواد ديت، تختار منها اكسس توكن وتختار الجزء اللي بعدها. والهنا هنا كده تمام، وتعمل كوبي وترجع للصفحة دي تاني وتعمل سمت، تعمل لوج ان. هنا هتثبت انك مش روبوت. تعمل سبميت. تضغط على اوتو ادر. خليكم فاكرين ان كان عندي 16 فولو. ده اسم موديل اي دي، حلال عليك انك لو سحبت الايميل بتاعي. وتعمل جيت ادرز. كده بيعمل تحليل البيانات بتاعته. هي الطريقة شغالة يا جدعان ومفيش فيها حاجة، أنا جربتها. كان عندي 16 متفاعل معايا. دلوقتي كده وصل 45، وكل ما تعمل ريفرش للصفحة بيزيدوا معاك عادي. كده حالا كان من 16 ل 45 فولو. تاني اعمل ريفرش للصفحة، وصلهم 76 متابع. هو شغال لوحده، والموقع ده طبعا هتلاقيه موجود أسفل الفيديو.